احلى 100 مليون صباح على كل الناس وكل حبايبنا وكل الناس المشتركه عندنا وكل الناس اللي مشتركه عندنا. زي ما جينا قلنا قبل كده صلي على النبي وصلي على الجميع عاملين لنا لايك وسبسكرايب عشان يجي لك كل جديد. النهارده ان شاء الله هوري لك حاجه هتنفع كل الناس المربيين، مش هنقوله بقى معظمهم ولا شويه، لا كل واحد مربي. ايه الحاجه دي؟ طبعا انت بيبقى عندك اكسسوارات بتاعت الكلاب، بتكلم عندك اكسسوارات الكلاب. طبعا في اكسسوارات منها بتيجي عليها ميه بتصدي، بيبقى شكلها وحش خلاص، جنزره الكلب الجنزير صدى او الخناقه، بس يا عم او الخناقه. فطبعا انت بدل ما تيجي ترميها وتشتري واحده ثانيه، انت ممكن تجددها من جديد. ازاي تجددها من جديد؟ هوريك معايا، بس ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لنا شراء. يلا بينا. طبعا دي خناقه اهي مصديه زي ما انت شايفها كده. طب انا عايز اجددها، بدل ما تترمى وراح اجيب واحده جديده، هعمل ايه؟ هجيب سبراي في منه فضي وفي منه دافي، بس النيكل مش السبراي اللي هو العادي. الواحده دي عامله 55 جنيه بس، تحيي لك الاكسسوار بتاعك بدل ما يترمى. ازاي بقى؟ اهو طبعا بدل ما انا اروح ارميها واشتري واحده او تبقى مصديه، لا اهو حقيقة من اول وجديد اهو زي ما انت شايف كده. اي حاجه بتاعت اكسسوار اهو اجيبها كده. نجربه واحده كمان. طب يلا بينا. اهو جددتها في 5 دقايق، ولا اترمت ولا رحت اشتريت واحده ثانيه. طيب انا عندي مثلا ليش او شداد مثلا بتاعي، القفل برده صاد بتاعه اهو، هروح جايبه كده اهو برده اهو القفل. يبقى انا عملت ايه؟ جددت وطلعت السلاسل. لو انا بقول السلاسل ايوه حاضر ماشي. ما دول اصل ايه اللي هم فرح العمده اللي خدوني معاكم يا موت نفسي. سيسحب اللون بس دي بتاع متر، دي جرومنت. هي دي بتاعت ايه دي يا ابو؟ بتاعت الحمام دي ولا ايه؟ الف عامله 2500 اساسا دي. تيجي على حظنا بقى وتفضى. ايوه كده امسكها بقى كده ما تبقاش امسك انت كمان اقفلها بقى مظبطها لي بقى. اه كده ديت كده تبقى جميله كده. اعملي كده فضه، دي فضه فضه وفضه هتعملها بتاع دي تلاقيها بتاعت الحمام. وادي سلسلة عمر كمان برضو بتاعت الحمامات. لا هو بادي اكسسوار الكلاب. يعني السلسلة دي ايه؟ دي امها. يلا يا عم. وشكلها في النهاية بقى؟ زي ما انت شايف. دي احلى دي. جددت حاجتك على طول في أي حاجة. بص الخناقات. بص الليش ده طبعا هنمسح الجلد دوت بعد كده مفيش مشكله زي ما انت شايف كده اهو. ما تنسوش بقى. ما ينفعش اعمل انسيل بتاعي؟ لا انت ينفع تعمل ايدك او شعرك، ممكن اعمل لك حته في شعرك. تعالى يا معلم. تعالى اعملها. اعمل لك خصله. ماشي تعالى اعملها وانا بعز. امسك كاميرا اهو. امسك كده. يلا ارفع. يلا. Ha 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 ha!
لا حرام. ايه ده؟ هو يطلع ازاي ده؟ اوروبا هنبص اوعى تلمس عشان مكان. لا تعالى عليها، تعالى عليها شويه بس.